السلام عليكم، حياكم الله اليوم ببرنامجكم البكية. بنتكلم عن الأول العرب يوم يطرهون الحرمة اللي ما عندها حد، لا عندها ولد ولا عندها عيل. يمعته ليمعته على مطية ولا شرمته على حمار، كان ما بوش وايد ما يلول، جليل جليل. عندها حمير رفعت عليهم، واحد حطت عليه حمولة وواحد حطت عليه بطيحة ثمام حاشة، وطريت البلاد ودت البلاد وتلقوا لها اللي بيشترون وخلوا عنها، انت خدت حمار وانا هذا خذ حمار، هذاك عليه بطيحة يبقى حق حلالة وهذا يبقى الحطاب، ويلوا الحطاب عنها وهذاك يلوا عنها البطيحة وعطوها ريالين، ريال ونص عن البطيحة وريال ونص عن الحمولة. شلتها هذيلا وصارت السوق وتشرت اللي بغته، بغت مير، خيط من عيش هوي، خيط من الطحينة هوي، خيط من القهوة هوي، خيط اللي تبى من الحل هوي، خيط اللي من كل شيء هوي. هاي لك ريالين ونص وناك ريالين ونص، خمس ريال كرت بهن ويلت انحطت تنفي الخري وردت ويهت ضوات مضوى علي بيت. هذا يوم صارح تبه وعقب ما خلصت هيرت وطرقت لين طغرت بيتها، طوت العصر المغارب طغرت على بيتها ويايبه خيرها وعابلت قهوتها وزقرت ربايعها. والرجال كذلك، اللي عنده مطية عنده واللي ما عنده مطية سار ويا اللي عنده مطية، هذا مطيته حطي عليها بطايح ولا حمولة وربي أي برالة، عنده فلوس بيتشرى وبيحمل وين بيحطه عند ربيعه على بعير ربيعه، انه ما عنده مطيه. وطريها والبلاد وباع ربيعه، عقب ما بيع ربيعه وهو تشرى واللي بقوه، هذاك تشرى وهذا تشرى وحطوا على هاتي مطيه، سامان هذا وسامان هذا، ويتبارون ويرمسون ويقصرون الدوب يلين ضووا على فريجهم. وهذا علومنا اليوم في بكشتنا، حياكم الله.